بكم ما نختار أن نعود هناك عودة إلى الوراء، ما نختارها، ولكن شنو رأيكم في استراحة قليلة مع المعارضة؟ هي التي تتهمكم بأنكم حزب عودة. عودة للمعارضة. يعني عودة للمعارضة ثم عودة إلى حزب عادل بعد ذلك. أنا أعتقد على ميلاد حزب عادل في الظروف العادية وفي الديمقراطية عادية، ميلاد أي حزب سياسي هو مسألة لا تقابل بكثير من الاهتمام، وإنما تقابل فقط من باب اعتبار من هم في هذا الحزب، لهذا الحزب الجديد، والاهتمام من طرف الفرقاء الآخرين، وتتفاوت درجات هذا الاهتمام بقدر القرب أو البعد من الخط السياسي، هذا على المستوى العام. لكن حالة حزب عادل في اعتقادي على أنها حالة قد تكون حالة خاصة نظرا للوضعية السياسية في هذا البلد. أولا، فقهاء السياسة أجمعوا على أن تعريف الحزب السياسي هو عبارة عن عقيدة زائد تنظيم زائد أعضاء. وفعلا الأحزاب السياسية في هذا البلد تشكلت إلى حد كبير على هذا الأساس، وهناك مجموعة من الأحزاب السياسية تختلف بقدر قربها من تيار اقتصادي واجتماعي وسياسي معين قائم على إيديولوجيا أو على مرجعية معينة، وهذه المرجعيات متعددة، فيها من يقترب من الاشتراكية، وفيها من يقترب من الليبرالية، وفيها من يقترب من المرجعية الإسلامية. حزب عادل أعتقد إعلان ممتاز بقربه من النقطة الأخيرة اللي ذكروا فقهاء السياسة، وهي الأفراد فقط، وافتعت كثيرا على الاهتمام أو قيامه على مرجعية سياسية صلبة كباقي الأحزاب الأخرى. هذا من الناحية الشكلية. أما من الناحية الفعلية، فأعتقد أن السياق ميلاد هذا الحزب وظروفه ونوعية مناضلينه أو القائمين عليه على أنها تعزز هذا الطرح، لأن هذه المجموعات اللي تكتلت من أجل ميلاد هذا الحزب، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها هي المجموعات التي كانت العمود الفقري للأونة السابقة، وقد تكون أيضا العمود الفقري لأونة لاحقة، أعتقد على أن هذا هو اللي نبل التخوف الأساسي في الساحة السياسية من أن تكون هناك نخبة مرجعيتها هي السلطة، وإلا تستند في مرجعيتها على ما تستند عليه الأحزاب السياسية في قيامها الطبيعي. وهذا يقول البعض على أنه اتهام مجرد، لكن أدلة الواقع تكشف على أن 90% أو 99% من أعضاء الحزب المؤسسين ومن أعضاء المجلس الوطني هم نفسهم المؤسسون والأعضاء المجلس الوطني في الحزب الجمهوري السابق. وعلى المفارقة الغريبة في هذا البلد واللي لم يشهدها أي بلد في العالم، هو أنه حدث انقلاب قبل فترة، ونحن اليوم نعيش نتائج هذا التطوير الذي حدث. في اليوم الذي حدث فيه الانقلاب كانت هذه النخبة هي مقوم النظام الماضي، وبلحظة واحدة أصبحت مناقضة تماما لتصورات وأفكار النظام السابق. بعد ساعة واحدة من الانقلاب أدان الجميع أنفسهم وانقلب الجميع على أنفسهم، وبدأوا رحلة أخرى مرت في الفترة الانتقالية بما أسميه ضياع سياسي، لأنها لم تقبل أن تغل في ذلك الحزب بأوامر السلطة، وشكلت ما يسمى بمنسقية المستقلين حتى ترى ماذا تستقر عليه السلطة السياسية القائمة من رأي. وعندما حدثت الانتخابات الرئاسية وأخذت هذه النخبة مواقفها على أساس من توجيه من السلطة القائمة آنذاك، كان أيضا هذا من المعايير اللي تؤكد هذا الرأي الذي نقول به. انتهت الانتخابات الرئاسية وظلت هذه النخبة تتحرى أيضا أن يرشدها الرئيس إلى مشروع سياسي جديد، وبالفعل بعدما خاض عسير
وبعد تدخل قوي من مؤسسة رئاسة الجمهورية أصبح هذا الحزب موجودا. إذن هذه المسيرة المتقاربة زمنيا والمتباعدة مضمونيا هي ما تفسر أن هذا الحزب لم يقم على ما تقوم عليه الأحزاب السياسية العادية في ظروف العادية. وخوفنا من هذه التوجهات ليس خوفا من حزب سياسي في دولة ديمقراطية طبيعية، لأن إذا أخذنا هذا المقياس أنا مثلا في حزب تكتل القوى الديمقراطية اللي نقبل المقاييس الانتخابية البحتة، نقول علماء في الانتخابات الرئاسية أحصلنا في الشوط الأول على 20%، والمرشح أنا ذاك اللي هو السيد الرئيس سيد محمد الشيخ عبد الله يحصل على 24%، فيها منسقية المستقلين وفيها بقية أحزاب الأغلبية الرئاسية. إذن الخوف ليس خوف انتخابي بقدر ما هو خوف على مسار الديمقراطية من رؤى تنبثق من هذا التفكير. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أن الدستور وهو أسمى القوانين في البلد وهو القانون الأساسي للدولة ومصادق عليه من طرف الهيئة التشريعية الأولى اللي هي الشعب الموريتاني، هذا الدستور نص على أن رئيس الجمهورية يجب أن لا يكون في أي حزب سياسي. هذا إرادة المشرع هذه لا تتجه فقط إلى النص المجرد أن الرئيس لا يسجل اسمه في هيئة قيادية أو في هيئة عادية من حزب معين، بقدر ما يتجه روح النص إلى أن رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة برمتها يجب أن تكون حذرة في التعامل الإيجابي أو السلبي من طرف سياسي في الساحة، لأن المشرع أنذاك بنى هذا التصور على أساس من عدم قابلية النخبة للأسف الموجودة عندنا مع التعاطي مع الديمقراطية السليمة في جو سليم. في الأخير أنا أود أن أعبر أن المعارضة الديمقراطية في هذا البلد تهدف إلى الإصلاح وتهدف إلى المشاركة الحقيقية والبناء الحقيقي لهذا البلد، وتريد من رئيس الجمهورية ومن الإخوة في الأغلبية وفي هذا الحزب أن يبني المسار الديمقراطي على أساس سليم يوفر للشعب الموريتاني فرصة أو فرص التناوب أو على الأقل الفرص الديمقراطية الحقيقية اللي ما يعود فيها حزب محتكر للسلطة ولا يعود فيها حزب قائم على أساس أن مرجعيته هي السلطة، وبالتالي نحن كيف ذكرت قبيل عندنا نخب للأسف الشديد ما زالت إلى الآن لم تستوعب مضمون النظام الديمقراطي الحقيقي اللي الموقف فيه يقوم على القناعة ويقوم على المصداقية بدل أن يقوم على المصلحة الشخصية وبدل أن يقوم على المعايير الذاتية اللي بالطبع تتناقض في كثير من الأحيان مع ما يصب له المجتمع الموريتاني من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي. وأيضا أود أن أضيف أنه يجب أن تمر إلى المؤسسات في الدولة على أنها مؤسسات للدولة. وفي هذا المقام أود أن أذكر السيد رئيس حزب عادل بما قاله في الإذاعة من أن حزب عادل موضوع في الوظائف بمسألة بسيطة جدا، وهي أن هذا القول في الحقيقة يربك السامعين، لأنهم اليوم يدركوا علم جميع الوزراء في الدولة من هذا الحزب إلا وزير واحد، وأن جميع الأمناء العامون في هذا الحزب الوزارات، وأن جميع مديري المؤسسات العمومية في هذا الحزب، وأن جميع المستشارين للرئيس والوزير الأول في هذا الحزب، وأن جميع المديرين المركزيين في الوزارات في هذا الحزب. إذن أعتقد أنه من المبالغة جدا القول بأن حزب عادل مضمون في التسيير الإداري الموريتاني، وأعتقد أن هذا الحزب يقوم أساسا على مصدرية هذه التعيينات أكثر مما يقوم على قناعات حقيقية من طرف منتسبين ومن طرف القائمين عليه.